validation de la stratégie de communication adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale. With a background in conflict analysis and a passion for law enforcement, I'm able to do what I love every day. J'ai choisi de travailler avec la DGSN pour contribuer à ma façon à la sécurité du pays. كوني دكتورة في البيولوجيا اختارت تدريس مجال الشرطة التقنية والعلمية. اختاريت هذه المهنة حيتاش كنعشقها وكنعشق ركوب الخيل. اختياري الشرطة السين والتقنية راجع للحب ديالي للكلاب. وانا اختاريت هذه المهنة باش يكون عندي دور فعال في المجتمع. كنلقى فيها المهنية وكنثبت فيه حضور الشرطية الدراجية. اختاريت هذه المهنة لأن هي اللي غتحقق لي ذاتي وطموحاتي. اختاريت المهنة حيت لا تعجبي باش ندخل لخدمتي.